المشاركة هذا العام طبعا مشاركة متميزة، فيها طبعا حضور متميز من جميع المستويات، من المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، وكذلك من الطلبة من جامعة الشارقة وكذلك كلية التقنية. طبعا معرض كمعرض متخصص في هذا المجال جدا مهم، وأنا أتوقع المزيد من هذه المعارض أو الأحداث، لأن عدة أمور استجدت في هذا التخصص، مثل الذكاء الاصطناعي وكذلك طباعة تكنولوجيا طباعة ثلاثية الأبعاد، والتي طبعا تطبق في عدة تخصصات مثل جراحة القلب وزراعة القوقعة وأمور أخرى في مجال الطب. فأتوقع أن هذا المجال واسع جدا، وهناك الكثير من الأشياء التي ستأتي يعني في المستقبل القريب.